أعلن مدير عام الموارد المائية في محافظة ديالى محمد المعموري أن الخزينة الاستراتيجية للمياه في بحيرة حمرين اتحادي لكل البلاد وليس للمحافظة فقط. وذكر المعموري أن الأنباء التي تتحدث عن تخصيص الخزينة الاستراتيجية للمياه في بحيرة حمرين لمحافظة ديالى فقط غير دقيقة، وأوضح أن المحافظة غير مهددة بأزمة مياه خلال شهرين نتيجة زيادة الإطلاقات المائية من بحيرة حمرين صوب نهر ديالى ومنها إلى نهر دجلة.